أعرب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله عن فخره واعتزازه وشعب البحرين بالانتصارات والإنجازات التي تحققت والتضحيات التي قدمتها قوات مملكة البحرين الباسلة المشاركة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة لدعم الشرعية في جمهورية اليمن الشقيقة، مشيدا سموه بالخطط والاستراتيجيات التي تنتهجها قوة دفاع البحرين لتعزيز دورها في التلاحم والتكاتف مع الأشقاء في الدفاع عن الحق تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه. جاء ذلك لدى تفضل صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله مساء اليوم بزيارة الحرس الملكي لتكريم مجموعة قوة الواجب 12 التابعة لقوة دفاع البحرين والمشاركة في عملية إعادة الأمل بجمهورية اليمن الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة. ولدى وصول سموه إلى ميدان الاحتفال كان في الاستقبال سعادة الفريق الركن يوسف بن أحمد الجلاهمة وزير شؤون الدفاع وسعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان والعميد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي والرائد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة، كما تشرف عدد من كبار الضباط بالسلام على سموه. سيدي، يتشرف العميد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي بإلغاء كلمته بهذه المناسبة. صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، أصحاب السمو والمعالي والسعادة والضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي صاحب السمو الملكي، إنه لشرف كبير للحرس الملكي بتفضل سموكم في هذا اليوم لتكريم هذه النخبة من أبنائكم في قوة الواجب 12 والتي عادت مؤخراً ميادين الرجولة والعزة والشرف بعد مشاركتها ضمن قوة التحالف العربي
ومساندتها للقوات المسلحة الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية والقوات المسلحة الإماراتية، ونصرة للشعب اليمني الشقيق وحكومته الشرعية المنتخبة. كما تقوم قواتنا سيدي مع قوات التحالف العربي في محاربة ومكافحة الإرهاب وتنظيماته، فلقد أضافت هذه الواجبات لقواتنا القوة والمهارة والمناعة والاتزان في القتال، وأكسبتهم الكثير من الخبرات العملياتية والتكتيكية والتنظيمية خلال العمليات المباشرة المختلفة التي شاركت وتشارك بها قواتنا، والتي لا زالت مستمرة لغاية الآن مع شقائهم في الذود عن الدين والوطن. وعلى هذه المبادئ والنهج القويم ستكون قواتنا الباسلة كما أرادتها قيادتنا الرشيدة سيوفاً مشرعة لإحقاق الحق بوقوفنا مع الأشقاء ضمن التحالف العربي والإسلامي للحفاظ على وحدتنا الخليجية والعربية والإسلامية من خلال عمليات عسكرية منظمة ومشتركة في مكافحة الإرهاب. كما نقوم بالعمل والتنسيق معاً على متابعة بؤر ومنابع الإرهاب والتعاون المشترك فيما بيننا بالتصدي له بكفاءة الطرق والوسائل المتاحة. صاحب السمو الملكي، في هذه المناسبة أقدم لكم خالص الشكر وعظيم الامتنان على دعمكم ومساندتكم الدائم لأبنائكم في قوة الدفاع. كما أتقدم لصاحب المعالي القائد العام والقيادة العامة بالشكر والتقدير على مساندتهم وتذليلهم لكافة الصعاب خلال المهام المساندة لنا. وفي الختام أدعو الله العزيز القدير أن يحفظ قائد مسيرتنا سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى سنداً وذخراً للأمة العربية والإسلامية، وأن يحفظ مملكتنا من كل مكروه، وأن تبقى رايات عزها ومجدها خفاقة في كافة الميادين والمحافل الدولية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم تفضل صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتقديم الأوسمة التقديرية لضباط وضباط صف وأفراد من منتسبي قوة دفاع البحرين المشاركين في قوة الواجب 12، والتي تفضل بمنحها لهم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، تقديرا لهم على جهودهم في دعم الشرعية وعملية إعادة الأمل بجمهورية اليمن الشقيقة. وفي نهاية الحفل أشاد صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالخبرات العملية المشرفة التي اكتسبها منتسبو قوة الدفاع في ساحات القتال ومكنتهم من صقل قدراتهم ومهاراتهم.